وتجري إسرائيل معظم تجارب الأسلحة البيولوجية على الأراضي الهندية. كان هناك تقارير تفيد بأن علماء إسرائيليين يقومون بتجربة أسلحة بيولوجية في جزر لاكشيب الهندية. السلام عليكم، معكم حديث فريد من وايز نيوز، أهلا بكم. هل ستستخدم الهند وإسرائيل أسلحة بيولوجية ضد دول عربية؟ يبدو هذا السؤال غريبا، لكنه قد يكون صحيحا. وفقا لتحقيق خاص من قبل وايز نيوز، يتم إنتاج 71% من التفاح المورد للهند في كشمير المحتلة. نظرا لوجود غالبية مسلمة في كشمير المحتلة، فإن إنتاج وتجارة التفاح تخضع في الغالب لسيطرة التجار المسلمين. يحافظ التاجر الكشميري المسلم في الهند على حركة استقلال كشمير على قيد الحياة، وذلك عن طريق عائدات تجارة التفاح إلى الهند، وأيضا بالكشف عن إمبريالية الهندوس البراهمة في جميع أنحاء العالم بعائدات التفاح. تم اكتشاف إصابة تفاح قادم من أفغانستان وفاكهة الكيوي من كشمير المحتلة مؤخرا بمرضين زراعيين عجيبين، مما يؤدي إلى تدمير محصول التفاح الذي يزرع في كشمير والتي تحتل عليه. السؤال هو، عندما كانت كشمير المحتلة تنتج 71% من التفاح الهندي، فماذا كانت الحاجة لاستيراد التفاح من الخارج؟ يريد الرأسماليون والبراهمة في الهند وقف استيراد التفاح من كشمير المحتلة حتى يمكن بيع التفاح الغالي الثمن والذي يزرعه التجار الهندوس في الهند في جميع أنحاء الهند. تدور إشارة إلى أن الرأسماليين البراهمة الهنود تربطهم علاقة دفاعية خاصة بإسرائيل، وتجري إسرائيل معظم تجارب الأسلحة البيولوجية على الأراضي الهندية. كانت الهند أداة لدى العديد من البلدان في الماضي لتجارب الأسلحة البيولوجية على أراضيها. نانديتا هوكسر ناشطة هندية معروفة في مجال الحقوق المدنية ومحامية في المحكمة العليا، وكذلك مثل السيد بي إن هوكسر. كتب نانديتا هوكسر في مقال في عام 2020 أنه في عام 1970 وباسم المجلس الهندي للبحوث الطبية سمح لوكالة المخابرات المركزية بتطوير جراثيم الحمى الصفراء في الهند. يشار إلى أنه بموجب الاتفاقيات الدفاعية مع إسرائيل، كانت هناك تقارير تفيد بأن علماء إسرائيليين يقومون بتجربة أسلحة بيولوجية في جزر لاكشيب الهندية. والمثير للدهشة أنه لا يسمح لمواطني الهند بزيارة هذه الجزر إلا بتأشيرات خاصة وبصعوبة كبيرة، بينما يسمح للأجانب بزيارة 3 جزر فقط من الجزر 36 على الرغم من امتلاكهم للتأشيرات. تم الكشف عن سر ما يجري بالضبط في هذه الجزر عندما قالت صانعة أفلام تدعى عائشة سلطانة لوسائل الإعلام أن الحكومة الهندية يجب أن تتوقف عن اختبار الأسلحة البيولوجية في جزر لاكشيب. لم يقتصر الأمر على اعتقال عائشة سلطانة بسبب هذا فحسب، بل أجبرت أيضا على سحب أقوالها بعد تلقيها تهديدات بالقتل.